كل التحية والتقدير لحضراتكم، وعودة مرة تانية لمتابعة فقرات مصر جميلة. النهاردة زي ما أنا بدأت مع حضراتكم هنتحدث عن المشروعات القومية الكبرى المتخصصة أو الخاصة بملف الزراعة في مصر، وشهدنا الحقيقة مجموعة من الافتتاحات ومجموعة الحقيقة من المشروعات اللي احنا يمكن كنا بنقول ده حلم ممكن يتحقق ولا لا. طب ازاي الارقام كمان اللي تم زراعتها 1.5 مليون فدان، عندنا بنتكلم كمان في عدد ضخم جدا من الصوبات الزراعية، بنتكلم على استزراع السمكي، بنتكلم على مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، والمستهدف هو الاكتفاء الذاتي تقريبا من كل هذه المنتجات، وبالتالي مصر الزراعية بتعود بقوة في هذه الايام وفي الجمهورية الجديدة. خلونا نتكلم بتفصيل اكتر عن هذا الموضوع، واسمحوا لي ارحب بضيفي وضيف حضراتكم دكتور ياسر عبد الحكيم، الاستاذ المساعد بمعهد بحوث الصحراء. اهلا وسهلا يا اهلا بيك. صباح الخير. سعانا دكتور ولا ايه؟ صباح الفل. خلينا في موضوع السقع والبرد ده، واحنا طبعا التغيرات المناخية اصبحت النهاردة مختلفة بشكل كبير جدا، العالم كله بيتجه لعمل مؤتمرات عامل مناخ وحطت قرارات مهمة جدا بتلتزم بيها الدول. طمنا الاول على الزراعة في هذا الجو يعني. هو التوقيت ده طبعا هيبقى صعب بالنسبة لبعض الزراعات بالذات، عشان فترة الصقيع وقت الفجر بينزل البرد والصقيع على النباتات ممكن يعرضها للاحتراق، وخاصة مثلا اشجار المانجا، زراعات الطماطم، الزراعات اللي هي الصيفية اللي مزروعة متأخر وممكن تتعرض للصقيع في الفترة دي. صحيح. هتتضرر تماما يعني. عكس الزراعات الشوية ممكن اللي فاتت الحقيقة. طبعا طبعا بيبقى ليها بعض الممارسات المزارعين عارفينها يعني، بيحاول ان هو يتأقلم مع الظروف الجوية المتغيرة دي، ويحاول يقلل من الأثر الضار ليها. مش هيقدر يواجهها 100%، لكن هيقدر يعني يقلل من أثر الضار بتاعها شوية. طيب العلم هنا بيقول ايه؟ هل هتختلف بعض الزراعات مثلا نحن طبعًا نحتاج الزراعات اللي بتحتاج هذا الجو من هذا العام، ولا ايه الوضع حضرتك لكل الناس يعني؟ الزراعة معاد. نعم. ان احسنت اختيار ميعاد الزراعه المناسب للمحصول اللي بتزرعه، بمعنى ان المحصول ده يمر في كل فترات نموه، نمو الخضري والزمري والزهري والجزري بتاعه، ظروف بيئيه مناسبه من الحراره والرطوبه والتهويه، هيدي لك اعلى انتاجيه باقل تكلفه. كويس. ان اسات اختيار ميعاد الزراعه معناه على طول انخفاض الانتاجيه وارتفاع التكلفه وتعرضك لخسائر محتمله اكيد. فاهم حاجه في الزراعه هو اختيار الصنف المناسب في ميعاد الزراعه المناسب. الفلاح المصري عنده الثقافة دي، لأنه طبعًا أبا عن جدا عن طبعًا جد هو طبعًا يعلم مواقيت الزراعة تحديدا. طبعا هو الجديد بقى ان اصبحت مواقيت الزراعة مش زي احنا ما احنا متعودين عليها بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة اللي حصل عندنا. لا الشتاء بقى شتاء ولا الصيف صيف. صحيح. فطبعا برضو ده بالابحاث حاليا وبالتجارب بيتم ارشاد المزارع، والمزارع نفسه عنده الخبره دي برضو، ان يبتدي يعدل مواعيد زراعته ويختار اصناف تحملاتها اعلى شويه لظروف البيئه المعاكسه دي. نعم. وخاصه مثلا لو ازرع اصناف تتحمل الحراره العاليه شويه، اصناف تتحمل الصقيع وهكذا، وفي ميعاد بعدل المواعيد بتاعتي مع التغيرات المناخيه اللي حصلت وبقينا عايشين فيها، بقى امر واقع خلاص، مش عظيم. مش كلام نظري زي ما كنا بنتكلم فيه من حوالي 10 سنين بنحذر منه يعني. نعم. كان في يعني حوار عن زراعه 100,000 صوبه، وده كان هذا الحوار لجزء من المشكله اللي احنا بنقابلها النهارده، وهو الصقيع اللي حضرتك بتتكلم عنه. تمام. وطبعا انتاجيه الصوبات معروفه جدا بتبقى اكثر من الفدان العادي او فدان الارض. مظبوط. كلمني من فضل حضرتك عن هذا المشروع. المشروع القومي اساسا لانشاء وزراعه 100,000 فدان صوب زراعيه، الهدف منه في المقام الاول هو مواجهه التغيرات المناخيه اللي احنا بقينا فيها دلوقتي دي. المقام الثاني لان بيعتبر انا او خلينا في المقام الاول برضو ان الصوبه نفسها هي اداه او وسيله للتغلب او لتقليل مشاكل التغيرات المناخيه. نعم. او وسيله لتوفير الظروف البيئيه المناسبه للنمو المثلى للنبات داخل الصوب. كويس. من الحراره والرطوبه والاضاءه والتهويه وهكذا، اللي هي الاحتياجات البيئيه اللي بيحتاجها النبات. فطبعا الصوبه هي رقم واحد في الجزئيه دي. فهتلاقي اي مزروعات داخل الصوب اقل تضررا من اي تقلبات مناخيه خارجيه. صحيح. سواء ارتفاع حراره او صقيع زي ما بيحصل دلوقتي. نعم. المقام الثاني او الهدف الثاني من المشروع القومي للصوب طبعا هو ضبط الاسعار في السوق الداخلي، لان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهه. فانا انتاج الخضر والفاكهه داخل الصوب الزراعيه يقدر يظبط الاسعار في السوق المحلي.
وفي نفس الوقت اقدر انتهز فرصه الميزه التصديريه عندي ان انا عندي هتبقى تكاليف انتاجي اقل وموقع الجغرافي بتاعي قريب من السوق الاوروبي والسوق العربي فتكاليف الانتاج عندي اقل واقدر استفيد بتصدير الخضر والفاكهه للسوق الاوروبي والسوق العربي كويس وادخل في منافسه مع عده دول بالفعل احنا في منافسه معاهم على تصدير الخضار والفاكهه للسوق الاوروبي بالذات زي تركيا وزي المغرب واسبانيا وايطاليا وكينيا وهكذا بالمشروع ده احنا هنبقى تاني اكبر دولة على مستوى العالم في اكبر تجمع صوب زراعية بهدف التصدير وضبط الاسعار في السوق المحلي وطبعا حيات بعدها امور كثير يعني تشغيل عمالة كبيرة جدا طبعا. كل 1000 متر مربع من الصوبة عاوز عامل ثابت طول السنة يعني الفدان 4 عمال ثابتين هيشغل مهندسين زراعيين كتير جدا صحيح. وده عمل نوع من الروح المعنويه الايجابيه عند خريج كليه الزراعه ان حس هيتخرج عنده مشروع قومي يمتص عدد ضخم جدا منهم ودي حقيقه على الارض ملموسه يعني احنا وصلنا دلوقتي لحوالي اكثر من 34,000 فدان صوب زراعيه على الارض ما بين منطقه الحمام قاعده محمد نجيب والعاشر من رمضان وجنوب ابو سلطان والفيوم وهكذا فدي كلها فرص عمل طبعا متاحه لتشغيل الشباب الخريجين سواء العماله او المهندسين الزراعيين. نعم. عندنا كمان مشروع عفوا 1.5 مليون فدان طبعا هيكمل على تواجد طبعًا. هؤلاء الخريجين ووجود طبعًا. فرص طبعًا. عمل مهمه جدا يعني. طبعا نعم. مشروع 1.5 مليون فدان ده قائم بالفعل من حوالي 3 سنين او اكثر. تابع للشركة الريف المصري الجديد اللي هي بتدير المشروع نفسه والقطاع الخاص وشباب الخريجين هم اللي بيبقى مستثمرين في المشروع ده نفسه هتلاقيه أراضي موجودة في غرب المنيا في منطقة المغرة في منطقة الواحات البحرية نعم وهكذا يعني شايفين طبعا أجزاء من الحقيقة هذا المشروع مع السادة المشاهدين أنا بتكلم هنا دكتور ياسر احنا بنتكلم انه بيشمل 13 منطقة في 8 محافظات بتقع كلها في صعيد مصر ومعظمها في صعيد مصر معظمها طبعا وكل الحقيقة خبرائنا وحتى السيد الرئيس كان بيأكد على الحفاظ على الأراضي القديمة وإضافة مجموعة أراضي جديدة ليها يعني شايف ده ازاي يا فندم وده تأثيره ايه بشكل مباشر كده على المواطن وعلى الاكتفاء الذاتي من كافة محاصيلنا وهيفرق معنا في ايه لا من ناحية يفرق كتير اولا احنا دولة زراعية من الطراز الاول صحيح ما نقدرش ننكر ده ابدا مهما حاولنا ان احنا ندخل في نطاق الصناعة او غيره لكن احنا في المقام الاول عندنا ميزة نسبية وموروث من الخبرات المتراكمة من ايام عهود الفراعنة في مجال الزراعة فاحنا شطار فيه بالفطرة حتى ودايما متميزين في حجم انتاجنا والجودة للمحاصيل الزراعية المصرية وليها سمعة عالمية طبعا كون ان انا ابتدي اتوسع واضيف اراضي جديدة سواء عن مشروع 1.5 مليون فدان او مشروع مستقبل مصر او مشروع الدلتا الجديدة او مشروع قومي للصوب الزراعية او مشروع تجمعات السكنية الزراعية في سيناء كل ده ما هو الا اضافه لمساحات جديده من الانتاج الزراعي في مصر هيؤدي الى نقطتين مهمين قوي هتغطي الجزئيه بتاعه الاكتفاء الذاتي في اهم محاصيل الاستراتيجيه عندنا زي محاصيل الحبوب محاصيل الزيوت محاصيل الاعلاف عندنا في عجز رهيب جدا يعني مثلا محاصيل الزيوت احنا بنستورد 98% من كل زيوت الطعام اللي احنا بنستهلكها في مصر لما تخش المساحات دي وده مستهدف بالفعل يعني وتغطي بانتاج محاصيل زيتيه زي عباد الشمس او الكانولا او غيره وينتج زيوت فهتقلب من الفجوه الاستيراديه. الاعلاف لما تدخل برضه بزراعات اعلاف جديده استهلاكها للميه اقل وتاقلمها مع الظروف الجويه الغريبه اليومين دول اعلى شويه ما بقاش هنتوسع في زراعات البرسيم المصري وبرسيم الحجازي لا خالص التوسع دلوقتي بنخش في اعلاف جديده ليها نفس درجة الاستساغة للحيوان وفيها نسبة بروتين عالية لكن انتاجيتها اضعاف واحتياجاتها المائية ودي اهم نقطة اقل من البرسيم او البرسيم الحجازي اقل 50% تقريبا زي محصول مثلا البوني كام محصول علف رئيسي اقدر يغطي انتاج عندي طول السنة انا بدي كمثال يعني فنقدر بالجزئية دي ان انت تختار اصناف جديدة احتياجاتها من المية اقل وتأقلمها مع الظروف الجوية اعلى وانتاجيتها اعلى
وتلغي بقى كل الأنظمة القديمة أو المحاصيل القديمة وتحل محلها بمحاصيل غير تقليدية جديدة. يعني أنت شغال على مجموعة من المحاور الاستراتيجية طبعًا. رقم واحد مش مجرد إضافة أرض بس، حجم المية طبعًا. أنت هتتعامل معاه إزاي؟ ودي يعني قضية عالمية، ما هيش عندنا طبعًا. في مصر طبعًا. بس يعني إحنا بنتكلم يعني لا قدر الله أن الحروب القادمة لا هي حروب المية. على أرض على ولا ولا بالعكس هي على المياه. بالظبط. النقطة الثانية انك انت بتوفر السلع او المزروعات او المحاصيل اللي بتوفر لك السلع الاستراتيجية اللي انت بتحتاجها. أيوة، زي محصول استراتيجي. نعم. وفي نفس الوقت جوه المحصول الاستراتيجي ده اختار الاصناف اللي تحملها استهلاكها للمية اقل. كويس. اقل من المحاصيل الحالية. بحيث تبقى متماشية مع كمية المية المتوفرة عندي. وكمان تأقلمها اعلى مع الظروف المناخية. وانتاجيتها في النهاية اعلى. طيب. وده موجود بالفعل. يعني اتفضل. خليني سعيد بوجود عالم زي حضرتك دكتور ياسر معانا في مصر جميله، ونتكلم على جزئيه الاتجاه بقى من شبابنا للعمل في الزراعه مره تانية. قد كده مربح، قد كده مجدي هذا العمل النهارده، انا اقدر اعمل دراسه جدوى حقيقيه وتحقق لي ارباح في القادم باذن الله. بس بشرط يشتغل بمنهج علمي. ما طبعا. يشتغلش بفكر البغبغان اللي بيقلد غيره بس. لا خالص. يعمل دراسة الأول قبل ما يشتغل. يعني مثلا لو واحد هيدخل مثلا في إنتاج المحاصيل الزيوت، لازم يكون متعاقد الأول وعنده فرصة التسويق والبيع قبل ما ينتج. أولا قبل أي حاجة خالص. مهمة جدا. يبقى بايع قبل ما يزرع. مش يزرع بعدين يدور هيشوف محصوله. دي نقطة فارقة. طبعا. يعني دي ناس تزرع ويقول لك هنبيع وكذا. لا 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 لا، مفيش حاجة اسمها أزرع. في حاجة اسمها أبيع المحصول قبل ما أزرعه. اتفقت على بيعه واطمنت ان انا بيعه وتكاليفه اقدر انتجه وحقق لي سعر بيعه وحقق لي مكسب هنتجه. لكن مش انتج وبعدين ادور على البيع. كويس. دايما مشكله الناس اللي شغاله في الاستثمار الزراعي هو التسويق. فلازم ابتدي الاول بالتسويق. هي دي النصيحه اللي بنصحها لاي حد هيخش في المجال ده سواء متخصص او غير متخصص. كويس. وخاصه الشباب زي ما بنقول. يدرس الاول فرصه التسويق، لقى فرصه التسويق ينتج، ما لقاش فرصه تسويق ما اشتغلش. كويس. ما يبعد عنها خالص ما اشتغلهاش. يعني نضرب مثال، مثلا لو هو مثلا هيخش في انتاج الزيوت، طبعا هيسوق 100%، بس يتعاقد الاول مع معاصر زيوت او مصانع زيوت وينتج لها بالمواصفات وبالجوده اللي هي عاوزاها. صح. يبقى اسمها زراعه تعاقديه. طالما تعاقد ازرع وانت مطمن وهتكسب. خلاص. طبعا انت بايع محصولك. او زراعات محاصيل سكريه مثلا، انه يزرع مثلا بنجر سكر وده بيتعاقد على بيعه من قبل ما يزرعه مع محاصيل مع مصانع السكر. صحيح. فبرضه هو كده عارف من قبل ما يبدا مكسبه كام. وهيكلف كام وهتصافي مع مكسب قد ايه. نعم. فيقدر يشتغل. لو بيشتغل بالمنهج ده بزراعه تعاقديه او بفرص التصدير بره اكيد كسبان. طيب ده بالنسبة للاستثمار والسوق الحر. بالنسبة للدولة فندم، بتحط ضوابط لهذا الاستزراع؟ يعني انا وارد جدا ان انا عندي تعاقدات كويسة جدا مع مصانع السكر. تمام. وما زال هذا المحصول الحقيقة وهذه السلعة استراتيجية، فانا عارف كويس جدا ان هي مش هتنضب. منين ما هروح للمصنع هيشتري مني بالتأكيد. تمام. يعني تمام. ده وارد جدا انه جزء كبير من الناس تزرع. شوف طبعا، بس هو نوعا ما اليات العرض والطلب منظمة في السوق. نعم. مش بالاوامر. دور الدولة تنظيمي ورقابي اكتر من تخش في عملية الانتاج نفسها كانتاج. يعني انا كدولة ببقى عارف ان انا عندي مشكلة في المحاصيل الاستراتيجية، فبشجع المزارع بطريقة غير مباشرة. صحيح. بان انا بعمل له زراعات تعاقدية وبحقق له مكسب من المحصول اللي هيزرعه، بحدد له سعر للمحصول عن طريق مصانع السكر ووزارة التموين ووزارة الزراعة كخطوط عريضة في من البداية. ده بيشجع الناس. الناس بتقرا الكلام ده بيجري يزرع ويتعاقد فعلا. لكن لو هو حس ان هو هيزرع محصول مش وتعاقدي وكل حاجه ويبقى تكاليفه اعلى من سعر بيعه، ما يزرعه ليه؟ فده التوجه الرئيسي، ان انا اقدر كدوله اغري المزارع وازقه في اتجاه محاصيل بعينها، زي ما قلت لحضرتك كده، محاصيل العلفيه، محاصيل السكريه، محاصيل الزيوت، محاصيل الحبوب اللي فيها مشكله في مصر. اما مثلا الخضر والفاكهه احنا ما عندناش مشكله. نعم. كل عندنا الخضر كفاء. عندنا اكتفاء ذاتي طبعا. من الخضر والفاكهه. حضرتك راجع كده. كل الخضار والفاكهه اللي سيادتك بتاكله بنفسك كله مصري، ما فيش حاجه مستورده. صحيح. لكن الفول المدمس بتاعنا 60% منه مستورد. مش محلي. 40% من الوجبه الاساسيه. فانت عندنا فيه مشكله. العدس 80% منه مستورد. طبعا. وهكذا. فمعظم الحبوب واسعار الحبوب يعني بتعلى مش بتقل. طبعا يعني طبعا برقم كبير الحقيقه. طبعا. فللامانه يعني التوجه العام دلوقتي
في مشروع مثلا زي مشروع مستقبل مصر ومشروع الدلتا الجديده، هو التوجه لتغطيه الانتاج وتقليل الفجوه في المحاصيل الاستراتيجيه. كويس. فده في حد ذاته اتجاه الدوله عامه اهو، ان انت عاوز تغطي من عجز استيرادك من المحاصيل الحبوب. نعم. المحاصيل السكريه. نعم. تقريبا المحاصيل السكريه والسكر وانتاجنا من السكر تقريبا خلاص قربنا نوصل الاكتفاء الذاتي والله. عن طريق مشاريع جديده، حاجه عظيمه، وخاصه إيه مشروع زي مشروع مستقبل مصر. نعم. وده كان بياخد ارقام كبيره جدا من الموازنه العامه للدوله. طبعًا عشان طبعًا نقدر نستورد يعني. احنا قربنا خلاص يعني، نكاد نكون نوصل للاكتفاء الذاتي في انتاجنا من السكر بانتاجنا من بنجر السكر والقصب داخل مصر. كويس. المحل بتاعنا يعني الاستيراد تقريبا هيوقف خلاص من استيراد السكر يعني. اما محاصيل الحبوب لسه خطوه خطوه. محاصيل الاعلاف لسه خطوه خطوه، وزي ما قلت لحضرتك بندخل باصناف جديده. نعم. بحيث انها تبقى استهلاكها للميه قليل وانتاجها عالي. وتتحمل التغيرات المناخيه الحاليه اللي موجوده عندنا. عظيم جدا يعني. دي من الاخبار زي ما بنقول انه في استراتيجيه حقيقيه وخطه موضوعه الدوله ماشيه عليها. طبعًا بكل الحقيقه انتظام. هنيجي نتكلم على يعني جزء غالي من ارضنا الحبيبه، تنميه شمال سيناء، واحنا عندنا اراضي زي ما بيقولوا اراضي بكر دكتور ياسر. تمام. اراضي بتصلح للكثير من الزراعات زي ما بنتكلم عنها. كلمني من فضلك عن هذه المنطقه، وهنتكلم كمان على المجتمعات العمرانيه اللي اصبحت موجوده بعد ما الدوله وضعت بنيه اساسيه حقيقيه من انفاق واستصلاح اراضي وطرق وما الى ذلك يعني. شوف، تتميز شمال سيناء عامة في انتاجها من الخضر والفاكهة اصلا في الاساس. اهل شمال سيناء، اهل العريش ورفح والمساعيد، احلى فاكهة الحقيقة بتجيبها من هناك. فاكر الخوخ اللي العبد؟ ايوه، الخوخ والتين والتين والطماطم والكنتالوب والبطيخ والخيار والفلفل، كلها مسكرة. بالظبط. صحيح. بس ده طبعا بيبقى راجع لنوع البذره يعني. هو راجع لحاجتين، نوع البذره ودرجه الجو. اي درجه انتاج الجو، درجه الحراره بتاعت الجو. اي انتاج خضار او فاكهه طالع في الجو البرد يعرف ان ده طعمه مسكر. مسكر طبعا. طالع في الحر لا، السكر فيها يقل. دي ناحيه علميه يعني. النبات كنبات لو قلناها سريعا كده، طول النهار بيبني سكر بالضوء. بياخد ثاني اكسيد الكربون من الجو، بياخد الميه من الارض، بيطبخه في وجود ضوء الشمس يطلع سكر. كويس. طول الليل ياخد جزء من السكر ده يهدمه، يتنفس عليه يعني، يكسره تاني. صحيح. يرجعه لاصله عشان ينتج طاقه. يعرف يشتغل بيها يعني. فلو درجه حراره الليل عاليه يستهلك جزء كبير من السكر. فتيجي تدوق الثمره تلاقيها مش مسكره. صحيح. لو درجه حراره الليل زي اليومين دول برد، فبيستهلك جزء قليل جدا من السكر اللي بنى بالنهار. فتلاقي السكر متخزن في الثمره، تدوقها تلاقيها مسكره. كويس. فاي انتاج طالع في البرد هتلاقيه مسكر. واي انتاج بيشرب ميه مالحه هتلاقيه مسكر. فلو بيشرب ميه مالحه او طالع في البرد هتلاقي طعم الثمره مسكره، ده طبيعي جدا. سبحان الله. فده متوفر في شمال سيناء. اي صحيح. فده عشان كده بتلاقي طعم دايما الخضر والفاكهه فيها مميز عن اي مكان تاني. وده المزاج العام المصري. طبعا. بيحب الحاجه المسكره. طبعا. يعني طبعا. حتى تلاقيها اغلى سعرا. طبعا. غير الاوروبي بيحب الحاجه اللي هي بدون سكر خالص. صحيح. يعني الحوار مع حضرتك الدكتور ياسر رائع. أشكرك. وحضرتك طمنتنا على يعني سلع استراتيجيه ان شاء الله احنا عندنا اكتفاء ذاتي منها. مصر بتسير على نهج مصر الزراعيه مره تانية. طبعا. خطه قويه جدا، مشروعات كبيره جدا جدا جدا، محدش كان يتخيل ان هي ممكن تنشا في هذه الفتره. فتره وجيزه جدا، كلها اربع سنين وكلها لامان او للامن الغذائي للمواطن المصري، وده بيفرق كتير قوي. صحيح. شكرا جزيلا دكتور ياسر، نورتني في مصر الجميله. فيك. شكرا. مشكرك. جزيلا لحضرتك. مشكرك. دكتور ياسر عبد الحكيم، استاذ مساعد بمعهد بحوث الصحراء. بعد الفصل ان شاء الله التقي بحضراتكم ونروح لانجاز اخر جديد مصر بتضيفه لانجازاتها الكبيره، وهو التحول الرقمي، وهنشوف مع حضراتكم الكثير من المعلومات في هذا. عالم الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.